السلام عليكم. اهتزت ولاية سمسيلة منذ قليل على وقع خبر صادم وفجأة لما بعد العثور على ثلاث جثث هامدة داخل مسكن عائلي. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. لقي ثلاث أشخاص مصرعهم اختناقنا اليوم السبت إثر استنشاقهم لغاز والأكسيد الكربون والمنبعث من سيارة ببلدية أثنية الحد. وحسب مصادر محلية فلقد نجا شخصان من الاختناق، فيما تم تسجيل ثلاث وفيات للأسف. ووقعت هذه الحادثة بمنزل يقع ببلدية أثنية الحد بتسمسيلة، أين تسرب الغاز من سيارة وكانت داخل المرآب.